مؤخرا أثارت مجموعة من الأفلام الرأي العام الوطني، فهذا فيلم مثلا يستهزئ بالحجاب، وآخر بالصلاة، وآخر بالمتدين، وآخر يروج مثلا النموذج الشيخة في المجتمع. كيف تقرأ مثل هذه الأعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الشكر موصول لهذه القناة الطيبة وعلى هذا اختيار هذا الموضوع المهم. ولا يخفى على أحد اليوم أن الأفلام والمسلسلات لها القدرة هائلة على التأثير على الأفراد والجماعات وعلى صناعة الرأي العام وعلى كذلك على تمرير القيم والأفكار. فهذا واقع فرض نفسه لا يمكن بحال أن نتجاوزه أو يتغافل عنه الإنسان أو أن نقبض عليه، إلا أنه بالإمكان أن نوظف هذه الأفلام وهذه المسلسلات يعني لصالح الإنسان، أن نوظف هذه المسلسلات كذلك فيما يعود على هذا الإنسان بالنفع، أن نجعلها كذلك تخدم القضايا المصيرية لهذا الإنسان وأن تكون سبباً في تنميته نحو الأفضل ونحو الأحسن، وأن تكون كذلك وسيلة ناجعة يعني لها يعني فوائد كثيرة في تعميق الروابط، تعميق المواطن المغربي بالثقافة المغربية وبثوابت المغربية وبمرجعيته الدينية وبهويته. يعني الأفلام ترى أنها لا تخدم هذا الطرح هذا؟ نعم، كان بإمكان ذلك نعم، ولكن للأسف الشديد فهناك فئة من الناس لها نفوذ، ذات نفوذ وذات تمكين وذات توجه يخالف الثوابت المغربية، استغلت هذه الأفلام أو هذه الوسيلة أفلام والمسلسلات في صناعة ما يفسد أو ما يعمق الفساد في المجتمع ويزرع الفتنة بين الناس، من بينها أصحاب هذه الأعمال الفنية المذكورة. قلت كان بالإمكان ذلك، ولكن للأسف نرى هذا النوع من التوجه لهذا هؤلاء، فهم زعما من حيث المبدأ لا مانع أن يتناول العمل السينمائي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، ظاهرة اجتماعية، ظاهرة دينية، مثلا نمثل لكم مثلا بالحجاب، لا مانع أن يتناول عمل سينمائي محجبة سواء على مستوى الخصوص أو العموم، والمقصود إذا كان سوف يتناول شخصية معينة محجبة ولكن هي قد استغلت هذا الرمز، هذا الشعار، وقامت بأعمال يخالف مضمون هذا الحجاب، كان يمكن أن يتناول العمل السينمائي هذا أما فلا، فمن حيث المبدأ لا مانع، ولكن أن يتم تعميم حكم هذه السيدة بهذا الشكل على جميع المحجبات فهذا حقيقة ظلم على المواطن وعلى المواطنات المغربيات وعلى يعني فئة كبيرة، شريحة كبيرة من المجتمع، حتى يمكن أن نصف هذا العمل السينمائي بأنه شاهد زور عن المجتمع وأنه قام بخيانة الوطن والمواطنين. يعني باش نقربوا المشاهدين كيمشيو بعض النماذج المعزولة أو الحالات المعزولة ويجعلونها هي النموذج. هي النموذج نعم. فممكن أن يكون امرأة محجبة ولكن وقعت في أخطاء، وقعت في رذائل، وقعت في يعني كذا. يعني سياسة التعميم. فهذا ممكن. ولكن أن يعمم هذه الصورة على الجميع هذا خطأ. إذن هذا شيء نلاحظه مرة بعد أخرى في عمل هؤلاء عمل السينما. نعم بارك الله فيك. سيدي ياسين مرحبا بك مرة أخرى. عودتني للسؤال الأول، هل ترى أن هذه النماذج التي تم ذكرها يعني الاستهزاء بالدين والصلاة وشعيرات الحجاب وترويج النموذج الشيخة والاستهزاء بالمتدينين كما في بعض الأفلام السينمائية، هل ترى أن نحن في المجتمع المغربي في حاجة إلى هذا النوع من الأفلام؟ وهل ترى أن هذه الأفلام تحتاج إلى تمويل واحتفاء أو يعني تستحق التمويل والاحتفاء؟ هو نعتبره سؤال استنكاري. اعتبره كما قلت لان انت راه في موضوع الفن راه عندك واحد التاريخ. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هو يعني ابتداء شكر الله لكم هذه الاستضافه الطيبه وفي ضيافه الاستاذ نبيل غزال وفضيله الدكتور رشيد بن كيران، هذا الشرف. وان كان يعني الدقائق يعني المخصصه للحلقه لا تفي بغرضي يعني الحديث عن السينما والدراما على وجه العموم والسينما والدراما المغربية على وجه الخصوص. من بين الإشكالات اللي كتعاني منها السينما المغربية لما مشينا تكلمنا على السينما هو إشكال ديال الهوية. ما كنتكلمش على هل السينما يعني تعكس هوية المواطنين، لا كنتكلم على الهوية ديال السينما في حد ذاتها. يعني مثلا غنلقاو ملي نقولوا السينما المصرية
غنقولوها سينما مصريه بدات مثلا مع كذا ودازت لكذا شويه من بعد مثلا الممثله كوكا من بعد بان ام كلثوم كتبان مثلا في السينما من بعد منها بدات بانت الموجه مثلا ديال المغنيين مثلا الشباب الجدد مع الاغنيه القصيره مثلا عبد الحليم حافظ فريد الاطرش وكذا من بعد بدات كتبان مثلا السينما اللي هي كتعالج واحد القضايا مثلا اللي كتضر شي شويه المجتمع مع الافلام مثلا ديال اواخر السبعينيات وبدايه الثمانينيات الى ما وصلت إليه الآن مع النظام العسكري الحاكم يعني تمجيد واحد نظام سلطوي معين وشيطنة كل ما يمكن أن يمت مثلا للتوجه الإسلامي بصلة هذا والطعن في السنة والطعن في الحديث والطعن في التراث الإسلامي يعني اللي تكلمنا على الهوية السينما مثلا والدراما المصرية عندها تاريخ يبصمها ديالها من بين الإشكالات اللي كتعاني منها السينما المغربية ابتداء لأنها بدأت متأخرة احنا كنا تحت وطأة ديال الاستعمار فالسينما الأولى مثلا في الفترة ديال الاستعمار هي كانت سينما تمجد المستعمر وحتى الكولونيل بوسيو كان اللي كان في الجزائر وكان كيوصي ونفس المسألة دارت معنا احنا هنا مع المارشال يوطي كان كيوصي أن دار سينما ولا يؤخذ في يعني في البريز في دوك اللقطات في المشاهد بعطيك الخير في دوك المشاهد ما يتخذوش مثلا الدبابات ما يتخذش مثلا مشاهد ديال التدمير ديال الحرق ديال الضرب وكذا ويبان دائما داك الفرنسي والمقيم وكذا على انه واحد الانسان اللي هو طيب وتيجي وتيصرف تعطي الوليدات الفانيد يعطيهم كذا يعطيهم كذا فمن بعد بدات الازمه من بعد الاستعمار 1956 فاش خدينا الرسميه الاستقلال ديالنا بدات القضيه كيفاش غنديروا لهاد السينما ديالنا حنا فاول ما بدات القضيه فيه شيء من ما يسميه بالسينما دوتور سينما المؤلف والسينما المؤلف عاده ما كتكون بعيده على السينما الاستهلاكيه فما كتكون تلقاش فيها قصه ولا كذا يعني كتلقى فيها افكار معينه لما كانت واحد النخبه مثقفه ما تفهمش ما غايقول لك دخلنا وما فهمناش داك السيد اش بغى يقول لنا بدخل انواع السينما باش نقول لك كيفاش بقينا حنا تنقلبوا لان كانت ديك الثوره ديال المسرح الجديد لو نوفو تياتر نوفو سينما الرومان بوست مودرنيست الى اخره فحنا جينا ركبنا على هذه القضيه هذه وما بغيناش نبداو منين بداو الناس بغينا نبداو فين وصلوا الناس شويه بدا التاثير ديال السينما المصريه قالنا جي نديرو حنا بحال السينما المصريه فقلال هما الافلام اللي دازوا في السينما عندنا باش كيعبروا لنا على الهويه ديالنا ما كنقولش ما كاينينش كانوا مثلا بعض السينما ديال المقاومه الوطنيه كان الفيلم ديال بامو فيلم ديال بامو هذا يعني خلى واحد البصمه طبعا كانوا العلماء يكتبون السيناريوهات السينما المسرحيات التي تعارض الاحتلال في زمن الحمايه فكان عندك مثلا الافلام اللي شي شويه قريبه للاوساط الشعبيه وكذا كان الفيلم ديال حلاق درب الفقراء فكان مثلا من الواد لهيه اللي كيتكلم على القضيه ديال العلاقه من الناس مثلا ما بين الرباط وصله الى اخره فكانوا دازوا عندنا واحد المجموعه ديال الافلام وهي كانت قليله لكن كانت تلامس بعض الافلام اللي كتمس شيء من القضايا اللي قدرت نتكلموا على قضايا راي عام فعلا داز مثلا داز الفيلم مثلا ديال عبروا في صمت الحكيم النوري داز الفيلم مثلا ديال الطفوله المغتصبه ديال ربما نفس المخرج اللي لم تخني الذاكره فهذا الكلام يعني قضيه راي عام واثارت الاشكاليه ديال حريه التعبير بالنسبه للصحافه وان ممكن الصحافه واش عندها الحق انها تخوض في السياسه ولا ما عندهاش الحق تخوض في السياسه ولا وقعوا تصفيات كيف تطرق لها الفيلم الاول ديال عبروا في صمت والكلام والاشكال الاخر ديال البنيتات الصغار اللي كيتخادوا تيتستغلوا فتيوقع لهم تعذيب العاملات في البيوت ربما العاملات في البيوت البنيتات الصغار 10 سنين 12 سنه 8 سنين تيجيبوهم بواحد الثمن بخس وتيدخلوهم للديور وكيولوا كيمارسوا عليهم العنف ربما الاغتصاب الى اخره فهذه بعض الاعمال الدراميه والسينمائيه اللي فعلا كانت كتلامس الواقع لكنها كتبقى معزوله وقليله ومحصوره واليوم من بعد ولا عندنا واحد التوجه اللي عنده علاقه بهذا البحث على الهويه ملي غادي نجيو نقلبوا الناس اللي هما تيدخلوا ويصايبوا لنا الافلام وينجوا الافلام وكذا ويكتبوا السيناريوهات ناس اصلا مهزومين نفسيا فيما يتعلق بهويتهم وثقافتهم ويبحثون عن انفسهم في ثقافه اخرى فملي غيجي غيبغي يدير لك هو فيلم انا باقي نعقل ملي كان دار واحد الفيلم اللي كان دار ضجه في الاوساط المغربيه الاعتبار انه تضمن مشاهد مخله بالحياه العام وحتى بالحياه الخاص كاع اللي بغيتي اللي هو حب في الدار البيضاء ديال عبد القادر القطاع
الكلمه اللي كتهمني هو انهم اللي بداو تيتكلموا معاه النقد وكذا الى اخره، الناس كتهضر شي قال اه شي قال لا، الاعتراضات كانت حتى في الاوساط الفنيه بين قوسين باش ما يقولش زعما الى اليوم زعما راه غير زعما احنا اللي عندنا الحياه احنا اللي كنعترضوا لا 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 لا، ما لا بالعكس، لو يعرفوا الاسلام كيفاش ظهر الفن في التاريخ الاسلامي كون كاع ما قالوا هاد الهضره هذه، فكانوا الاعتراضات وكذا. المهم محل الشاهد وانه قال لي مأيدين قال لك اودي هذا الفيلم حقق قفزه نوعيه، يعني ملي كنتكلموا الناس على قفزه نوعيه يعني من حيث الكيف، يعني اننا ارتقينا بواحد المستوى، طلعنا لمستوى اعلى اللي غادي يخدم لنا العقليات ديال الراي العام وغادي يرقى بالمستوى الثقافي وغادي يحقق لنا واحد الفرجه. فلقينا ان القفزه النوعيه هي اقحام المشاهد المخله بالحياء داخل الدراما داخل السينما، فإذا كانت القفزه النوعيه هي الاخلال بالحياء العام وربما تجاوزنا الاخلال بالحياء العام. انا دابا كنقول لك هذا حب في الدار البيضاء، راه كنرجع معاك انا للتسعينات، وخذ معايا من التسعينات الان راه بدات الامور غدا تتدهور في هذا الاطار ديال الاخلال بالحياء العام. الفصل 482 من القانون الجنائي الذي يجرم، هل السينما استثناء ام لا؟ هذا كيطرح اشكال، لان بعض المخرجين السينمائيين ايضا مثل الاستاذ حسن بن شليخه يؤكد على هذا الامر. علاش كنستثنيو مثلا مجال السينما؟ واحد يعاشر امراه ليست زوجته واخا تحل لها. لا القضيه ديال وان كانت كي قلتي لا تحل لها، يعني احنا راه زدنا مصيبه على مصيبه، يعني مصيبه مركبه، والشذوذ والخمور والتحرش والعري الفاضح، اذا كانت هذه امور ولا الالفاظ النابيه وسب الدين. لا، فاذا كانت هذه الامور كلها قانونيا يعاقب عليها، يجرمها القانون ويعاقب عليها، ما الذي يجعل ادخال هذه الامور داخل اعمال دراميه تدخل في دائره الاستثناء؟ هل هي فعلا قانونيا داخله في دائره الاستثناء؟ انا صراحه مش متخصص في القانون فما نقدرش نجاوب. إلا دخل في دائرة الاستثناء، شنو هو هذا القانون هذا الذي يدخله في دائرة الاستثناء؟ إلا ما دخلش قانون في دائرة الاستثناء، فلماذا لا تطال هيد القانون مثلا؟ أو على الأقل ما يمكن، ربما لا أدري واش تقدر تكون في شي محور من المحاور، ما يمكن أن يتحدث عنه ويسمى مثلا بهيئة الرقابة، هل تتدخل في سيأتي معنا هذا الأمر في فهل يعني هل ستتدخل في هذا الأمور أم لا تدخل؟ فمحل الشاهد كلامي أنا باش ندوزو الكلمة القضية، الكلام اللي قلته من الأول هو أن حتى السينما ديالنا في بحثها عن هويتها، عوض يعني أن, 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 أن تأخذ من هويتها اللي انطلقت منها، لأن الأصل فيها أن كل سينما تعبر عن الثقافة والهوية ديال البلاد اللي كتنطلق منها، كتبقى واقفة على الثوابت ديالها ثم تنفتح من دون ذوبان. هذا هو الأصل في أي مجتمع. الواقع خلاف هذا بغيزي الواقع السينما، الواقع السينما بخلاف هذا. كان حشو بريوسنا باللي تنشوفوا مثلا اللي غادي يشوف مثلا هذاك الفيلم كيبدا يقول في راسو شنو هو الفرق الى حيدنا مثلا محمد وفاطمه وسعيد ورشيد ولمياء ودرنا مثلا جاك وبرنار ودرنا مثلا مادلين ودرنا مثلا جين ودرنا كذا، فين هو الفرق؟ الاسماء فقط، اما المضمون نفسه واحد، مضمون واحد يخلال بالحياة سب كذا الى اخره، انتقاص، تسليط الضوء على امور اللي هي استثنائيه ومحاوله تعميمها حتى يترسخ في اذهان الناس ان نرى هذا هو العادي. نعم، بارك الله فيك. فكاين اشكال في الباب. بارك الله فيك. دكتور رشيد، يقال ان المجتمع المغربي ديالنا في عداد من الاختلالات وعداد من الانحرافات، والسكوت على الخلاف المخالفات والانحرافات يعمقها في المجتمع، فكنحتاج لكسر الطابو، اخراجها من الخفاء الى العلن حتى نعالج الظاهره. فهذا الاطار هذا كيجيبوا مجموعه ديال الاعمال الفنيه من الاغتصاب وكيمثلوا به، ومنها مثلا تعريض بالملتحين كما في بعض الافلام، ومنها ومنها ومنها. هل تتفق مع هذا الطرح؟ على الاتحاد، حينما نتكلم عن الطابو او الطابوهات يعني في هذا المجال وفي المجتمع المغربي، فنحن نتكلم عن اشياء الأصل فيها أنها ممنوعة إما شرعا ودينا أو عرفا أو قانونا، وتعد خطا أحمر بحيث أن المجتمع لا يرضى أن تكون فيه هذه الأشياء. إلا أن رغم ذلك، رغم هذا الأمر، هذه موجودة في المجتمع، تجد سواء بشكل بكثرة أو بقلة فهي موجودة في المجتمع. فمن حيث أن نأتي يعني أن يتعرض عمل سينمائي لبعض هذه الأشياء ويتكلم عنها ويظهر إلى المجتمع ما يسمى بالطابو، مثلا حينما نتكلم عن الزنا، مثلا الزنا هو محرم شرعا، مرفوض اجتماعا، لا يقبله الناس في نفسهم أو في غيرهم، إذ النفوس جبلت على يعني الدفاع عن الأعراض وبصفة عامة. ولكن أن نخرج عملا فنيا يتناول هذه الظاهرة وأن يتكلم عنها
والغرض من ذلك بيان خطورتها، بيان الأشياء التي ترتب عن الوقوع في الزنا. فإذا كان العمل الفني بهذه النية وبهذا القصد فهذا حسن وهذا محمود. لكن ما نرى من هؤلاء شيء آخر المقصود به كسر الطابو أو الطابوهات. نرى أولاً أول شيء يضخمون هذا ما يسمى بالطابو، يضخمونه في المجتمع. أذكرون أرقاماً لا ندري حقيقتها من خلاف ذلك. نعم. ثانياً الأمر الثاني يقررون أن معاناة الناس فيما يتعلق بهذا الطابو يتعلق فقط بمنعهم منه، ليس أن الشرع قد منعه. ومقرر في ديننا وفي قواعد الفقه الحنيف أن ما نهى الله عز وجل عنه فهو فيه مفاسد إما كثيرة إما، فلا يمكن شيء أن ينهى عنه الشرع الحكيم إلا وفيه مفاسد، فيه مفاسد عفوا. وهذه المفاسد قد تكون يعني في باب الضروريات الخامس أو في غير ذلك. فأن نعتقد أن معاناة الناس فقط تكمن في منعهم هذا أولا يعني مغالطة مفضوحة. كذلك إذا منع العرف هذا الشيء وسماه طابوه، فالعرف لا يمكن أن تختار منع شيء إلا عن تجربة محكمة، وإلا لا يمكن للمجتمع أن يتفق عفوا على منع شيء وهو في أصله حسن ومحمود وفيه المنافع. كذلك الأمر الثالث أن الحل عند هؤلاء هو أن نتفق مع ما يسمى هذا الطابو، مع هذه الردية أو مع هذا الخطأ أو مع هذه الفاحشة، وأن نرفع تجريمها إذا كان الأمر يتعلق بالقانون، وأن نشيع مثلا كما مثلت لكم بالزنا مثلا أن نشيعها بين الناس وينتهي المشكل. فتصوير يعني حقيقة الطابو بهذا الشكل هو استخفاف بعقول الناس، يعني لأن هناك أشياء كثيرة. إذا اخترنا مثلا موضوع الزنا، هناك عندنا أمراض في هذا الباب، عندنا كذلك أبناء الزنا وما يترتب عليه من معاناة لهذا الإنسان. يتكلم عن حقوق الإنسان، وأين حقوق هذا الطفل الذي يسمح له أن ينشأ في ظروف أو ينشأ في ظروف يعني غير إنسانية غير كريمة. كذلك إذا تكلمنا عن الطابو يسمونه طابو كذا فيما يتعلق بالسخرة بالدين، يقول من باب حقوق التعبير أن نتكلم ونتناول يعني الدين بالسخرية وكذا. علاقة بموضوع السخرية مثلا المتطرفين الذين يسمونهم متطرفين، هل يعقل أن تستهزئ بمتطرف كي ترده إلى الرشاد؟ إنسان من حارف قد تستهزئ به باش ترده لطريقة الوسائل ستزيده تطرفا كما تفضلتم. إذن فالاتحال فكرة كسر الطابو هي فكرة يعني مرغومة ومغالطة يعني مفضوحة. لأننا حينما نتكلم عن هذا الطابو، أولا لماذا سمي بالطابو؟ هل مسكوت عنه؟ نعم، الشيء مسكوت عنه يعني إظهار هذا المسكوت عنه وإظهار هذا الشيء الذي هو يراد فضحه أو إظهاره للناس وإخراجه إلى العلن. لماذا؟ هل لكون الناس يعتقدون تحريمه منعه؟ أشياء لابد من أسئلة يعني علمية مركزة حتى نعرف الظاهرة وأسبابها والنتائج التي أوصلت إليها وما هي الحلول التي ينبغي يسلكها في هذا الباب. علاقة بهذا الموضوع دكتور ياسين في كتاب السينما المغربية، بالمناسبة هذا كتاب الأستاذ حسن المشليخة السينما المغربية والعولمة، وكتاب جدير بالقراءة والاطلاع. يذكر أن من هو تتبع المركز السينمائي المغربي مخرجته لعشر سنوات. جميل. بعد 10 سنوات قال ومن بين النتائج الهامة التي انتهينا إليها خلال استقرائنا لأغلب الأفلام المغربية التي أنتجها المركز السينمائي المغربي في السنوات العشر الأخيرة أنها تسلك مسلكين عامين، الأول دعائي مصطنع والثاني إباحي مستفز. يهدف الاتجاه الأول اللي هو دعائي مصطنع بطرق متلبسة أو ملتبسة إلى هدم أبنية الفكر الديني والعبث بالتراث، والاتجاه الثاني يهدف علانية إلى الدعاية المباشرة للإذلال الجنسي أو الوقاحات المسيئة للكرامة الإنسانية أو الإخلال بالحياء العام. بالمناسبة الدكتور حسن المشليخة حاصل على دبلوم الإخراج من معهد بوسطن، وهو ناقد ومخرج لعدد من الأفلام السينمائية. ما تعليقكم على كلام الأستاذ حسن؟ لا، هو فعلا هو تقريبا يعني هو الكلام من اللي كيتكلم متخصص مثلا في الباب ما كيبقى كيقول حنا ما بقاش عندك إضافة كبيرة. تعليق يعني تعليق، لكن من باب تأكيد ما نذكره. فطبعا ملي كنتكلموا على القضيه ديال هاد الخطين اللي غاديين وين كانوا يعني كيتلاقاو ما غاديين مع بعضياتهم، هو الخط ديال الدعوه الى الانحلال الخلقي بجميع انواعه. راحت ملي كنتكلموا على الانحلال الخلقي لا نقصد فقط يعني المشاهد مثلا الاباحيه الجنسيه، راه ملي مثلا واحد الاب ولا واحد الام في لحظه من اللحظات غادي يشوف مثلا، هو بالنسبه ليه باغي يشوف واحد الفيلم غيتكلم على واحد الظاهره مثلا ظاهره ديال نقولوا مثلا على ظاهره مثلا ديال البطاله،
وغيتكلموا لي على المعاناه ديال واحد الشاب باغي يخدم وكذا الى اخره. وصل الفيلم اعتقد دخليه انت بشكل مجاني لقطه اباحيه، فاحنا ما كنتكلموش غير على القضيه ديال ان راها دعوه الى الاباحيه بالنسبه لهذاك الولد الصغير اللي كيتفرج مثلا على الاب ديالو. حنا راه كنتكلموا على هدم جدار الحياه اللي كان ما بين الاب وما بين ولده، وهذه مساله خطيره جدا، لان كاين شي حويجات بين قوسين. استاذ ياسين في هذا الكتاب ذكر الاستاذ حسن بن شليخه ان في واحد الفيلم مغربي ولد يعطي الاب ديالو قطعه حشيش شي يتحشش وجاب ليه عاهره بالليل، هذا فيلم مغربي. يعني ها هي مثلا داز هذه القضيه. السؤال الذي نطرحه، نفترضوا حنا غادي نغمضوا عينينا ونفترضوا ان مثلا الفيلم اراد ان يظهر باللي هذا التصرف ديال هذا الشاب راه غير مقبول، هل الفيلم يظهر لنا الجانب المناقض لهذه المساله هذه؟ هذا هو الاشكال اللي عندنا حنا. مثلا كي قال فضيله الدكتور شيخ مكرم حفظه الله، القضيه مثلا كيجيب لك واحد الشابه مثلا محجبه ولا واحد الشاب مثلا ملتحي ولا كذا في واحد الوسط مسلم، لان هذوك الناس كلهم اللي معاه كلهم مسلمين، فهو ذاك الشاب مثلا ربما غادي نبين ذاك النموذج اللي داير الحياه وتيكذب في البيع والشراء. ياك؟ وغالبا هاد النماذج موجوده، ملتحي واما تيزني اما تيشرب خمر. من عيني على هادشي اللي غادي نبينو، هادشي اللي غادي نحاولوا نبينو حنا في الفيلم. الا كنتي بغيتي تسلط الضوء على واحد الظاهره وتبين ان راه ما خصهاش تكون، والاصل في المسلم ملتحي ولا غير ملتحي انه خصو يكون مستقيم وانه ما يكونش تيغش في البيع والشراء، واش بينتي لينا في الجهه الاخرى انه راه كاين واحد الشاب اللي تا هو ملتحي لكنه صادق في البيع والشراء ديالو، وهو اللي تي دائما اللي كنعتبروه هو المرجعيه ديالنا، باش هو كيقولنا هذاك التصرف اللي دار الاخر راه تصرف خاطئ والتصرف صحيح خصو يكون هنا. لا، غادي نجيب واحد الشاب ما عنده علاقه ربما بصله، وربما كاع نقدر نلقاه مثلا تيمشي في الليل تيشرب الخمر ولا يدخل الحشيش ولا كذا، لكن ملي غايجيو للبيع والشراء غايبينوا انه راه صادق في البيع والشراء ديالو وانه راه واحد الانسان مزيان، الذي سينقضح في اذهان الناس ان كاع دوك اللي عندهم الحياه كلهم كيخونف على مستوى الامانه ديال التجاره، وانهم شكون هما الصادقين؟ هما دوك اللي مخالفين. وكان الاسلام في حد ذاته هو الديانه التي تامرهم بتلك الخيانه وتامرهم بالسرقه. هذا راه وقع في فيلم ديال الفخيم والبركه في دوزين، نفس الشيخ شخص ملتزم ودخلوا للبيت وداز المولات الدار وداز الخدامه وداز البنت، يعني راه واحد الذئب مفترس غير يدخل اي مكان. انت مقصد استفزني هذا النهار. لا 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 ما استفزكش، عاودي يخرج شي شريط ولا لا ماشي هو ذاك. لا لا لا، خاص كنقولوا للناس على الاقل ملي تبغيو تنقلوا شي حاجه ياك ما منقول حتى هو مسروق طاغتوف لان السارق مسرحيه طاغتوف موليير 1666 على الاقل طاغتوف موليير هي الاصل ديال القصه، هي الاصل ديال القصه. هو كان موليير، احنا ما بغيناش نطولوا على الناس، هو موليير كان في هذيك في الفتره ديالو كان تحت، ان صح التعبير، تحت الحمايه ديال الملك لوي 14 لويس الرابع عشر. ومولير كانت عنده افكار ما يمكن ان نصطلح عليه الان بافكار تحرريه حداتي، يعني حداتي هو حداتي في القرن 17 هو بكل ما شئت من من من, من النعوت، ما كاينش اشكال. فهو السيد يعني ما كان يلقي للكنيسه بالا، ما كانش عنده مع شي تدين كثير الى اخره، وكان يعني منحل على المستوى الخلقي ماشي حداتي ولا كذا. المهم اللي كان في هذه القضيه هو ان الكنيسه كانت عينها عليه وكانت كتبغي تدوز ليه، لكن هو كان تحت ملي المسرحيه ديالو تعرفات ما بقاتش عنده ديك الفرقه اللي سميتها ليلي جوست خطياط، جابوا الملك لوي 14 وحطوه عنده في القصر، ولات الفرقه ديالو سميتها فرقه الملك لا تروب دو روا، فولات عنده واحد النوع حمايه. لكن ملي دارها الطاغتوف الاعتبار انه قدموه كرجل من رجال الكنيسه، لكن هو دايره غير كواجهه باش دار لهذاك السيد اورغونت اللي هو الشخصيه ديال الرئيسي ديال المسرحيه، دار ليه هو على قبل باش يدي ليه فلوسه، دار ليه المراه، دار الخدامه. الاشكال هو انه وصل المسرحيه كاين عندنا واحد لا ريبليك، حيت انا نقول لك عقلت عليه قريتها في 1995. فملي سميتو كيقول له هو كيتكلم مع هذيك البنت مول الدار او الخادمه لا نذكر، المهم هو حيت كيكون عندهم ذاك اللباس كيبان فيه الصدر ديال النساء الطرف النص الفوقاني ديال الصدر ديال المراه، فهو تيدير زعما بحال لا كيدير يدو هو تيشوف، كيقول لها كاشي موا سو سان كو جو نو سوغي فوا، يعني غطي هذا الشيء اللي ما نقدرش نشوفه، هو راه كيبان في لاديداسكالي تيبين انه راه تيشوفها. نفس الحركه تيديرها الممثل مستنسخه، ديروا المسرحيه وقولوا هذه غادي نمثلوا المسرحيه ديال طاغتوف، ما يعيب عليكم حتى واحد. اعمال السرقه راه ماشي في الفيلم يا ودي، داك الشيء قلت لك انت راه باغي تستفزني. كوبي كوري مع بعض التعديلات
كتقول لي على الاقل الا عدلتي وكذا الى اخره، بين النموذج واش كاينين ناس وصوليين انتهازيين كيستغلوا التدين كواجهه باش يوصلوا للناس؟ كاينين، لكن بين لي في الفيلم انه راه كاينين ناس متدينين مستقمين ملتزمين لا ما عندهمش علاقه بهذا الجانب، باش تكون عند الناس واحد المرجعيه باش الناس تقول لهم ها المقاد وهذا راه استثناء عوج. اما ملي كنحيد لك انا المقاد وكنعطيك انا نموذج واحد راه هذا تعميم، دعوه للتعميم المباشر. فعنا قلنا القضيه ماشي غير فقط القضيه ديال يعني ادخال المشاهد الاباحيه والدعوه الى الاباحيه والجنس، لكن راه كسر حواجز الحياء سواء داخل الاسره او داخل الناس ديال المجتمع. فملي كتبان مثلا غادي نجيو نبين مثلا واحد الحركه معينه اللي مخله بالحياء مثلا داخل الفيلم، كون على يقين غدا غنلقاها في الشارع، لان في اذهان الناس في الوعي الجماعي كان كل شيء شاف هذيك الحركه، اذا كيولي عندهم اعتياديه. يعني اللي درتها الى درت الزنقه غادي ما متعلقش فقط بالجنس، بل بعض الدراسات الغربيه تقول ان حتى الافلام ديال العنف بعد ما تم بتفقعات السينما ارتفعت نسبه القتل. صحيح. وحتى ان بعض السلوكات الجنسيه المنحرفه بداوا الفتيات كيطبقوها وكيقلدوا، بل البغض ديال الاسلام والمسلمين عبر ما يسمى بالاسلاموفوبيا. كان سببه الدراما والافلام السينمائيه. سببه الدراما والافلام السينمائيه. اكيد سي ياسين. سي رشيد، بالنسبه لهذه المسلسلات هذه واش وراها يعني افكار؟ يعني الناس عندهم اجنده باغيين مشغلين وباغيين يوصلوا ليها، ام ان الامر له متعلق بالماده وبالفلوس فقط؟ الدافع لهذه الافلام. الدافع لهذه الافلام. نعم. ام هما بجوج مخلطين يعني الفكر و اذا تكلمنا عن الدافع فالدافع في هذا المجال لا يخرج عن اثنين. الدافع مادي والدافع فكري او ايديولوجي مثلا. وممكن ان نقسم يعني هذا الدافع باعتبار جهه المانحه وجهه القابضه، جهه المانحه للمال وجهه القابضه للمال. ويمكن ان يكون ان تكون الجهه القابضه للمال مستفيده من المال، المخرج والممثل وكذا وكذا الى اخره، لهم دافع مادي مثلا، ولا يبد ان يكون لهم كذلك دافع يعني فكري و ايديولوجي او خط معين من خطوط التحرير. ولكن فيما يتعلق بالجهه المانحه فلا يمكن ان نختلف ان لها دافع ايديولوجي، بحيث يتم دعم يعني افلام معينه. يعني باش حكمتي هذا الحكم ديال ان مثلا امثل لكم مثلا اخطر بالافلام التي دعمت من طرف جهه مانحه، مثلا فيلم الرجال الاحرار. فيلم الرجال الاحرار هو المخرج المغربي اسماعيل يعني خروفي، هذا الذي فعلا قدم في مهرجان دبي ونال الجائزه في 2011 مثلا الميلاديه. فهو يتكلم عن ماذا؟ عن اليهود المضطهدين في فتره يعني الثورة الفرنسية وماذا قدمه اليهود هناك وأشياء كثيرة من هذا الباب، ولكن رغم ذلك رغم تلك المجهودات التي قدمها هؤلاء أقصوا من المجتمع الفرنسي وعملوا بمعاملات يعني دونية. يعني هذا الفيلم يتم يعني الحديث عنه أو هذا السيناريو أو هذه القصة يتم الحديث عنها في وقت ماذا؟ في وقت اليهود أو يهود إسرائيل على وجه الخصوص، التي هي مستبدة وهي تقتل الناس وهي تقصي ليس فقط يعني فئة قليلة، بل جعلت يعني قطاع غزة كله سجن. فكيف يعقل يمول هذا الفيلم ويتبناه يعني مخرج مغربي ويحتفى به في المركز السينمائي المغربي وكأنه شيء يعني؟ فهذا لابد أن ربط ما الجهه المانحه بايديولوجيا معينه، يعني اما الارهاب يعني تمجيد او وسم الاسلام بالارهاب يعني هذه من جهه، او المسائل تتعلق بالاخلاق والكرامه، او اشاعه افكار غير صحيحه فيما يتعلق باليهود الى غير ذلك. فعلى الاتحاد حتى اذا كانت هؤلاء الفئه قد ظلمت في فتره معينه، الان لا نختلف انها هي ظالمه. يعني اقصد بها يهود اسرائيل و ما يمارسون من عرف نعم، ويهود فرنسا التي تمولين اسرائيل غير ذلك. فالامور واضحه في هذا الباب. فالجهه المانحه لا بد ان تكون لها اهداف وتمول المشروعات فقط التي تخدمها. اذا تكلمنا عن فيلم اخر مثلا يتعلق ب فيلم زيرو مثلا نعم، الذي هو يدعو الى 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 او الذي يعني دعا الى او بين ما يقع الاخوان يعني الاسلاميين من افكار وتطرف وكذا، هو حاول ان فقط ان ينشر فكره واحده مفادها ان الاسلام هو الدافع لوجود هذا الفكر المتطرف. اذا فالجهه المانحه يعني تلعب دورا كبيرا في هذا الباب. فيما يتعلق
تفضلتم قبل قليل وتحدثتم عن هذا الكتاب. هو هذا الكتاب نذكر به، هو الكتاب هو السينما المغربية والعولمة الأستاذ حسن بن شليخة. نعم، هذا الكاتب المغربي وهو ناقد سينمائي متميز حقيقة قام بدراسة استقرائية لعشر سنوات من العمل يعني في المجال الفني، وذكر أسماء أفلام ونتائجها وحتى انعكاسها على الواقع المغربي، وبين حتى على مستوى النتائج على مستوى الجوائز في المهرجانات. فأغلب الأعمال المغربية هي في المصاف المتأخر في باب الجوائز إلا نادرا، والأهم من هذا كله أنها لا تجد قبولا عند الجمهور. فالسينما ركيكة ربما خلينا سواء من حيث الرداء من حيث يعني الشكل والمضمون إن شئتم سمينا من حيث كتابة السيناريو. نعم، كتابة السيناريو والصورة الفنية والإبداع الفني، أو من حيث الرسالة التي يريد أن يوصلها المخرج أو كاتب السيناريو. نعم، ذكر ربما أيضا موضوع التمويل، أن لوروميد الذي هو تابع للاتحاد الأوروبي يمول كثير من الأفلام، وطبعا بطبيعة الحال أن الجهة الممولة ستطالب ستفرض الفكر الذي يجب أن صحيح. نعم أستاذ ياسين، يقال أننا لسنا في المغرب نحن لسنا في طالبان ولا أفغانستان ولا مجال للحديث عن رقابة على الأعمال السينما والفنية، لأنها مقدس لا يجب أن يخضع للرقابة. ما تعليقكم؟ وما استفزيتك؟ دابا هما تيقولوا باللي راه الفن السينمائي مقدس ولا يجب أن يخضع للرقابة. لا دينية ولا أخلاقية. ولكن ما بغى يكون نوع. يعني نديروا اللي بغينا. ومن اللي احنا ننتقدوا، انت ماشي ناقد سينمائي ما عندكش الحق تتكلم في السينما، ومن اللي كيتكلموا النقاد السينمائيين خصك تحترم التخصص ديالهم. لا، من اللي كيتكلموا ها هو النقاد السينمائيين ها هو تكلموا النقاد السينمائيين، حتى هما الاخرين عندهم نقاد سينمائيين ديالهم ما خدامينش، حيت هذيك الهيئه ما يصطلع بهيئه الرقابه ماشي ناس بحالي انا مثلا استاذ في الجامعه ولا خدام مثلا في اداره عموميه. الهيئه الرقابه راه ناس متخصصين في السينما، راه النقد سينمائي يعني عندهم بعض الامور خصها ما تدوش في السينما والفن. ما كاين شي حوايج، حيت شنو المشروع الذي تحمله هذه السينما؟ واش بغينا نريد ان نرقى بالناس؟ راه قلنا في المقدمه نريد ان نرقى بالناس على راسي ولا عينيا. في هذه الحاله لنرقى بالناس خاص ضوابط وخاص شروط، ما يمكنش نرقى بالناس بالنزوات ديال بعض المخرجين والنزوات ديال بعض المنتجين، حيت انت شخص كمخرج شخص معك واحد الفريق صغير ديال العمل، ومعك واحد العدد ديال الممثلين، ومعك هذاك السيناريست اللي كتب مثلا السيناريو، وعندك ذاك المنتج اللي جا انتج لك، انتوما شحال كتشكلوا كاع؟ شحال كتشكلوا؟ 0.0000 بالنسبه لواحد المجتمع اللي غتخرجوا ليه واحد المنتوج قد يضرب عرض الحائط بكل المقومات ديالو هو وبجهود وزارات اخرى. هذا انا دويت عليه، هذا الا كان فيلم واحد من انتاج مخرج واحد وسيناريست، الا كانوا اربعه، الا كانوا خمسه، الا كانوا عشره، الا كانوا عشرين، هذا الا خدينا غير جانب السينما فقط. اما اللي دخلنا لجانب المسلسلات والسلسلات هنا كلام اخر، هنا راه صحيح راه جالسين شادين كيف يبلغ البنيان تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه. والغريب هو اننا غنجيو ونلقاو ريوسنا جالسين تنقروا على وزاره التعليم ما درتيش خدمتك. انت الدراري كتدخل كتخرب لهم الدماغ ديالهم في الافلام وفي المسلسلات وكتصيفطهم لوزاره التعليم، وبغيتي وزاره التعليم اش غادي قال لك وزاره التعليم؟ وزاره التعليم ما حيلتها تقل تلقى مناهج تربويه للدراري، تلقى مناهج دراسيه، تنقص من حالات ديال العنف اللي ولات كتكثر بسبب ما يشاهده الشباب في الافلام وفي المسلسلات. امس راه قتل واحد تلميذ، جوج تلاميذ قتلوا تلميذ في قناه الله المناسبه. فهنا كنشوفوا هذا الشيء. ما معنى انك تجيب لي مثلا واحد الفيلم فيه ساعتين تلمكانه وهذاك البطل ديالو يعني يرتع ويمرح في كل انواع ديال الفسق والفجور ومخالفه القانون ومخالفه الدين ومخالفه الاعراف، وتجيبوا لي حتى 10 دقائق الاخرى وتبين لي باللي زعما راه وقع عليه حادثه سير مات او لا جا البوليس لقى عليه مثلا القبض. نتعاطفوا معاه. لا نقول ماشي بلاش نتعاطفوا معاه، لا نقولوا حنا لقي جزاءه مزيانه فيه الى اخره، لكن في شحال الوقت لقي جزاءه مزيانه فيه؟ في 10 دقائق؟ واخا و 110 دقيقه الاولى ديال الفيلم، شنو اللي غتخدمني اكثر انا؟ عاود الموضوع الرقابه، واش مثلا هوليود اللي كاين اعلى ما كاين في السينما في العالم؟ كاين رقابه. عندهم رقابه؟ كاين رقابه على الافلام يعني؟ كاين رقابه على الافلام، يكذب عليك كذاب، كاين رقابه على الافلام. وكاين رقابه قد تكون مثلا رسميه، وقد تكون رقابه يعني ديال اللوبيات مثلا ديال الافلام. نعطيك مثال، السينما مثلا كانت هي المكان الذي كنت نقول لك على بدايه السينما،
كانت هي المكان الذي يأتي إليه الناس لمشاهدة مستجدات الأخبار. دابا الناس في الأخبار كتدخل كتشعل التلفازة كتفرج في الأخبار، أو دير مثلا كاين لابليكاسيون مثلا التطبيق في الهاتف كتفرج في الأخبار. السبيل الوحيد لمعرفة ما يقع في البلاد وما يقع خارج البلاد مثلا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كانت هي السينما. فكانت السينما طبعا بخلفية الدولة تريد ألا تحبط الناس، فكتجيب لهم الأخبار مثلا باللي في حرب فيتنام. الأخبار ديال حرب فيتنام كانوا الناس مثلا الجهات الرسمية، لأنها كانت كتمارس رقابة، الجهات الرسمية هي اللي كانت كتبنى نوعيات التسجيلات اللي غادا تجي وغادا تعرض على الناس في التلفازة وفي دور السينما إلى آخره. من بعد بداو تيبانوا بعض الأفلام، كيداروا مثلا بعض الأفلام باش يبينوا يعني القوة ديال الجندي الأمريكي وكذا إلى آخره، وخرجوا لهم بعض الأفلام من جناب، لأن الفرق بيننا حنا ومثلا بين دولة بحال الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الإنتاج ديال الأفلام لا يتوقف على المركز السينمائي التابع للدولة والأموال دافعي الضرائب، المنتجين الخواص كاينين كثار، كاين شركات متخصصين في هذا الباب هذا. فأنت كتجيب واحد الطرح مزيان في السيناريو في الإخراج وفي كذا، تتعطيه لواحد المخرج كيتبناه، المخرج كيشوف ممثلين أكفى تيتبناو، كيجي منتج كيقول له شحال غيتقام الفيلم؟ 500 مليون، هاكو 500 مليون، لأن هذا الفيلم هذاك تيبان لي غادي يدخل لي فلوس. فكيجي واحد كيدير مثلا بحال اوليفر ستون، كيدير مثلا فيلم مثلا ديال بلاتون. فيلم ديال بلاتون هذا من الافلام اللي حطوا بصمه في تاريخ السينما الامريكيه خصوصا والعالميه على وجه العموم، اللي كتبين القبائح التي مارسها الجيش الامريكي داخل الاراضي في فيتنام. اوليفر ستون من اللي دار هذا الفيلم هذا شنت عليه ما قد يشبه الحرب. كيفين كوسنر مثلا من اللي دار الفيلم كنظن ما عقلتش المخرج اوليفر ستون نيت ديال جي اف كي جون فيتزرال كينيدي، فيلم في التسعينيات. من اللي دار هذا الفيلم هذا ولعب الدور ديال البطوله فيه كيفين كوسنر وجبدوا فيه مجموعه من الخبايا ديال الاشكالات ديال علاقه الاستخبارات وكالة الاستخبارات الامريكيه مع الجيش الامريكي في النشوب في اغتيال الرئيس الامريكي جون فيتزرال كينيدي، دارت شبه حرب على كيفين كوسنر، وجبد لي صداع مع مرته وتقرر لي مشكل وطرفوا عليه دعاوى وتم عليه التضييق حتى ولا هو تيقلب باش يجمع الفلوس باش ولا كيدير هو شركه انتاج. يعني كاين واحد الاتجاه خصك تمشي فيه، يعني عندك واحد الاتجاه معين. ما غيوريوش مثلا الاباده الهنود الحمر في امريكا تيوريو مثلا غير ان الهندي هو اللي متوحش وتقطع الصفا ديال الامريكي باش يدير واحد المرحله من بعد من اللي حتى ان ما بقاتش موضه انه ينتجوا الافلام ديال الفار ويست او الافلام ديال كيف نسموها افلام الكوبوي، افلام رعاة البقر ما بقاتش موضه كبيره. خرجوا بعض الافلام مثلا كاين فيلم اللي كان مثل فيه كريستيان بيل خارج تقريبا هذه شي اربع سنوات، نسيت لي على سميته. المهم هذاك الفيلم تيتكلم على ان تيبينوا لك زعما راه الهنود الحمر فيهم شي بركه ديال التوحش، وكيبينوا ان راه حتى الجيش الامريكي كانت فيه شي بركه ديال التوحش، لكن دائما غادي يجبدوا لك راه كاين وسط ذاك الجيش الامريكي راه واحد المجموعه من الناس فضلاء الجنود فضلاء ودافعوا لهذاك الذي يعتبر عدوا دافعوا عليه، وحتى انهم ضحوا بانفسهم من اجله. فانت واخا عارفهم راه داروا اباده جماعيه للسكان الاصليين ديال الولايات المتحده الامريكيه، لكن الفيلم تيخدمك باش كتخرج في الاخر كتقول ولك راه طلعوا رجال في الاخر. الرساله كتوصل، الرساله تتوصل وتثبت. نعم. يعني المساله خدمه كما ينبغي. بارك الله. ربما الاشكال سيدي نبيل القديد للرقابه، الى الناس كتخلعوا من كلمه الرقابه اقترح ان تغير وتولي سميتها هيئه الحمايه. بحال عندنا مثلا ما كنقولوش مثلا ما كننوضوش نغوتو نقولوا علاش كاين عندنا شي حاجه سميتها جمعيه رقابه على المنتجين، ولكن عندنا شي حاجه سميتها جمعيه حمايه المستهلكين. وزوينه جمعيه حمايه المستهلكين، يسميوها سالك بلا ما تهلك يسميوها هيئه حمايه المواطنين مما قد يكون فاسدا مفسدا داخل الانتاجات السينمائيه. بارك الله فيك على هذه الاشاره السياسيه. دكتور رشيد، علاش نتوما ضد الفن والسينما؟ سؤال مباشر هكذا. سؤال مباشر. نتوما الاسلاميين ضد الفن والسينما، وفين ما يكون شي انتاج سينمائي تتخرجوا وتنتقدوا وكديروا حملات في فيسبوك وتشنوا هجومات عليه، علاش هذا الشيء كامل؟ حقيقة لو تجاوزنا الموضوع التمثيل والحكم إلى آخره، لأن الموضوع ليس هذا هو، لأن هذا واقع كما يقال ليس له من دافع، إنه هو موجود. والمشكل عند الإسلامي، وهذا المصطلح هذا هو مصطلح مرغوم، وإلا فهو يجب أن نقول مسلم،
يعني سواء يعني هذا حادث إسلامي ربما. نعم وخصوصا عند الآخر حينما يتكلم عن الإسلام أو إسلاموي مثلا فهو يريد فئة معينة من الناس. المشكلة عند المسلم الآن أو ما يسمى بالإسلامي ليس يعني لا يتعلق بالفن أو بالأفلام والمسلسلات، إنما ما يبث في هذه الأفلام والمسلسلات. نعم مضامين هذه الأفلام والمسلسلات باعتبار أنها يعني تبين بدون يعني دون ملل وكلل ولا كلل يعني أن الإسلام هو المسؤول على بعض المظاهر التطرف وبعض أخل الموضوع تتعلق بالأخلاق وأن كل نقيصة موجودة في المجتمع إلا وسببها المتدين والدين والإسلام وإلى أي شيء من هذا القبيل. فالمسلم أو الإسلامي بين قوسين يتقزز من هذا الوصف المستمر والذي يجد يعني فئة معينة ذات كما وصفت قبل قليل ذات نفوذ وذات تمكن ولها صوت عالي باعتبار أنها تحسب رأسه مستهدف 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 في عقيدته في دينه في شخصه أمنه في أمنه في أمنه في أمنه الروحي في أمنه الجسدي حتى لأنه فئات كثيرة من يعني من المسلمين دخلوا السجون هكذا بفعل يعني الحركة الإعلامية التي قد التي يعني أو نقول ذاك الطاحونة الإعلامية التي دفعت يعني شوهت صورة المتدين وأصبح الإنسان. أنا أذكر في ما بغوش يتعيشوا مع نعم أذكر في أيام يعني الموقع في أيام 16 مايو 2003 نعم هناك فئة كثيرة من الشباب المتزن يعني حلق لحيته. السبب هو خوفه من الأمن ومطاردة الأمن وما يقاله في الإعلام وأنه كذا. أخوات كذلك انتزعت نزعنا الحل نحن في نفس السياق الزي رشيد في الدار البيضاء مثلا عند بعض الأحياء التي وسمت إعلاميا بأنها هي مرتع ديال الإرهاب وكذا ظلما وبهتانا يعني ماشي بعض الناس ولا مثلا اللي بغى ياخذ مثلا سيارة أجرة ما كيقولش ليه وصلني للحي الفلاني صاحب سيارة الأجرة ما بقاش قادر يوصل للناس ما قدرش نعم من جراء الضغط الذي مارسه على الإعلام كيولي مثلا الحي الفلاني اللي قريب ليه شي شوية وتينزل مسكين وكيضطر يمشي يكمل مثلا واحد مسافة كيلومتر ولا كيلومترون رجلي باش يوصل للحي الفلاني. كان هذا الضغط هذا موجود فكيف يعقل أنه يقال بأن المسلم هو يعادي الفن ويعادي السينما والمسلسلات بل لا أظن أن هناك يعني مسلما يعادي مثلا فيلم الرسالة مثلا أو الأفلام التي تتكلم عن هويته. لماذا لا يشتغل هؤلاء على حقيقة معاناة المرأة؟ طيب في الإطار نطرح لكم واحد السؤال آخر السي رشيد. مؤخرا أثيرت ضجة على مسلسل فتح الأندلس بغض النظر على الفئة عفوا المسلسل هو مسلسل بغض النظر على مضمون المسلسل اللي هو من إنتاج سوري كويتي بقيمة 3 مليون ديال الأورو وصلت البرلمان هذا الضجة بسبب تحريف التاريخ. طيب مزيان علاش مثلا ما يديروش افلام تيخسروا الفلوس على مثلا مدينة الشيخة وكذا ويخدموا الهوية المغربية يخدموا التاريخ المغربي يخدموا هذا يعني بعض النقاد نشوف هذا الاتجاه باش مش عليك على هذا القول. حقيقة هو كما يقال إن الطبيعة لا تقبل الفراغ برامج وثائقية مثلا زوجة لو تشتغل أنت سوف يأتي غيرك ويشتغل وسوف يذكر يعني ما يعتقده يعني في أمور يعني سواء كانت عقدية أو فكرية أو اجتماعية. إذن لماذا لا نشتغل نحن في أفلام يعني تتكلم عن حقيقة عن تاريخنا وعن هويتنا مثلا أنا أمت فيما يتعلق بالصحراء المغربية. لماذا ليس هناك أفلام كبيرة في هذا الباب تاريخها البيعة مثلا نعم. ديال الشيوخ والمناطق فيلم يوثق مثلا حيث مشاو أفراد ومشاو أسر نعم. فيلم يوثق غير أسرة كيفاش انطلقت ما الدافع اللي خلاها أنها تخلي كل شيء هنا وتمشي طريق الرملة حتى توصل تما حتى تحط مثلا العلم. بالمناسبه عندنا ذلك الفيلم اليتيم الذي في كل مناسبه في المسيره الخضراء يشابه اذا اين هو الانتاج السينمائي في هذا السينمائي بل اذا تكلمنا عن المراه مثلا هذه قضيه وطنيه ليست المراه التي الان هي في مخيمات بوليزاريو تعيش معاناه كبيره ليس لها الحق ان نتكلم عنها. لماذا لا نتكلم عن معاناتك المراه ونبين لها من خلال فيلم هكذا او مسلسل وندعو الاخر يعني هؤلاء يعني شئنا ما بينهم منا لأنهم مغاربة كذلك يعني تنكبوا الطريق فلماذا لا نعوم بعمل سينمائي رائع ندعوهم إلى صحيح. الرجوع صحيح. وقس على ذلك المرأة الشمالية مثلا تعاني الويلات في 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 كسب رزقها المعبر نعم إذن أين هذه حتى لم تقولوا واحد اللفظ قدحين يعني نصحيون نقولوا نعم يعني. إذن فهؤلاء فقط لا يشتغلون إلا يعني في لازم بالأسف يعني نتأسف حينما نتكلم عن الموضوع. ف المركز السينمائي المغربي والمشروعات التي يمولها تتحدث فقط إما على الإسلام الإرهاب يعني تطرف أو مثلا ما يتعلق بالجنس
وتوابعه الشذوذ الجنسي والمثلية وكذا إلى آخره، أو ما يسمى بكسر الطابوهات يتعلق بالدين. فكيف يعقل أن نمرر في فيلم مغربي امرأة أن تهين الصلاة وشعائر الصلاة أو تكتب في جسمها بعض الآيات؟ أو فهذا الإطار الذي يذكر الدكتور رشيد، يقال أن الفن كلما كان أكثر جرأة كان أكثر إبداعا. فهذا الإطار مثلا فيلم معروف، كانت ديك الفتاة اللي هي مسلمة وكانت تتعاشر يهودي، كان لبسها النجمة السداسية ديال داوود وزنا بها. في نفس الوقت فيلم موشومة مثلا ظهرت عارية كله ويتمارس الدعارة أكثر من مرة. فيلم مثلا واحد آخر يستهزاء بالمتدينين، فيلم آخر يستهدف الحجاب ديال عزيز السالمي وأن المحجبة معقدة كتعيش تناقض بين الحداثة وبين ديال العالم ديال أنها محافظة. واش حنا محتاجين لهاد الجرأة في الفن ولا محتاجين الجرأة في واحد المجال آخر من نوع الفن؟ لا، تجي اللي قلت لك القضية ديال التكلم ولا القضية ديال القفزة النوعية. إلا كانت القفزة النوعية كيقصدوا بها هو أننا ماشي نقول لك أن خديش الحياة، ولكن أن نصل بالناس إلى مستوى التدني الخلقي، هذا راه الجانب الحيواني الذي جاء الإسلام. أن كيف هو معروف عند علماء الاجتماع وعند علماء الاجتماع النفسي، تيقول لك أن الحيوان يولد كامل الحيوانية، لا يحتاج لمن يعلمه حيوانيته، الذي خلق كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. ملي كنجيو للإنسان، الإنسان راه يولد كامل الحيوانية لكنه لا يولد كامل الإنسانية. فمثلا ملي كتجي المنظومة الدينية من لدن آدم عليه السلام إلى النبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، كلها جات لترتقي بهذا الإنسان من هذا كمال الحيواني اللي هو عنده اصلا. فكيحتاج مثلا في الكسب اليومي، يحتاج مثلا في التناسل، يحتاج مثلا في الاكل للمحافظه على النسل، هذا الجانب الحيواني اللي فيه عنده الغريزي فيه. لكن جاء الاسلام يعني من سيدنا ادم عليه السلام حتى النبي محمد عليه الصلاه والسلام، جاء لي يرتقي به. حنا كنجيو عندك ونقول لا نشري ما نرتقي بك، حنا بغينا نعاود نرجعوك لذاك 100% حيوانيه. اذا ما بقاش ابداع، هذا راه طمس للابداع. الابداع هو الذي يرتقي بالانسان. انت طمستي جانب الابداع في هذا الانسان، انت الابداع بان لك كيف تجيب هذيك السيده وتعلمها. اذا كان هذا الافلام السينما فيها غير العري مثلا، انت فاهم عندك الدم يعني العنف والعري، هادو هما اللي كيطلعوا الادرينالين عند الانسان. يعني باش الانسان تشدو تبقى تشدو خاص الادرينالين يطلع. باش الادرينالين يطلع خاص الانسان خصو يتحرك، اما اثاره، اما اثاره بالعنف، اما اثاره بالجنس، او لا غادي دير الميكستير وغادي تجمعهم ليه بجوج. طيب من غير هذه المسائل، هذه شي حاجه التي تعمل العقل بالنسبه ما خدامش في السوق، ما خدامش في السوق، ما كتجيبش فلوس. تمام، ما كتجيبش فلوس. ممكن تحتاج ان هذيك نقدروا نستعمل في جهه اخرى. مثلا دازوا بعض المسلسلات التي تلقاها الناس بالقبول على المستوى التاريخي الفكري اللغوي، يعني يكون هناك انتقادات هذا من باب ان الناس تتنتقد من اجل التطوير باش تزيد شي شويه لقدام. مثلا داز مسلسل تاريخي ديال جنان الكرمه، وداز مسلسل تاريخي ديال سرب الحمام، هادو دازوا مسلسلات تاريخيه. كاين المسلسلات اللي انطلقت من بعض التراث الفكاهي الشعبي ديال مثلا حديد دان القليله وديال جحا، عجيب ما نقول لك. ها هي دازت وتلقاها الناس بالقبول، ومن الناس ما كانت عندهم حتى شي غضاضه انهم يخدموها. كي قال الدكتور رشيد بكري، حنا لسنا بصدد الحديث عن الحل او الحرمه، حنا كنتكلموا على واحد الواقع عندنا. الناس لم تكن تجد غضاضه في ان تشغلها وتجتمع مثلا الاسره وتفرج مقالب حديد دان، ما كاين حتى شي اشكال، دير هذه دير هذه الى اخره. وهي انطلقت من التراث. دابا وليداتنا وليد تقول ليه مثلا جحا، ولا تقول ليه هينه، ولا تقول ليه كذا، وليداتنا ما بقاوش عارفين هذه المسائل. تفضل سير، عندك شي اضافه؟ نعم، الاستحاله هو السؤال يمكن أن يصاغ بطريقة أخرى. مثل ما هي معايير النجاح للأعمال السينمائي؟ هي كثرة المشاهدات؟ إذا كان هذا هو الجواب، فلا نظن أن الأفلام الفن هادف سيكون منافسا لهذا الفن. لا، بعد أود أن أقول مثلا كثرة المشاهدات كاينة في الأفلام التي توصف بالإباحية، فمشاهدتها بالملايين لن تصل إلى هذه الأفلام. إذا كان هو مجرد كثرة المشاهدة هو معيار النجاح، هذا خطأ. إذا كان مجرد يعني معيار النجاح هو المداخيل، إلى التأثر بالسينما الأمريكية مثلا، كاين اسمح لي سيدي رشيد، مثلا الترتيب ديال ما يسمى بالبوكس أوفيس، ترتيب ديال 10 أفضل أفلام في الولايات المتحدة الأمريكية، المعايير التي يقوم عليها الترتيب ديال هذا البوكس أوفيس سواء الأسبوعي أو الشهري أو السنوي، المعيار هو عدد المداخيل المادية ديال ذاك الفيلم.
بعد عرضه في دور السينما. يعني المعيار مادي، يعني ممكن انه يكون الفيلم ما عنده لا اساس لا راس، لكن دخلوا ليه بزاف الناس، دخل بزاف الفلوس يتكلاس. والوقت ربما دهمنا. كلمه اخيره الدكتور رشيد توجهها للفنانين في هذا الباب، الفنانين واللي يشتغلوا، ماشي غير الممثلين، الفنان بصفه عامه، المخرج في باب الافلام والمسلسلات والعمل الفني عموما والسينمائي، في استحال يعلم هؤلاء انهم إن شاءوا إن أرادوا فعلا هم يقفون على ثغر كبير، ليتقوا الله في هذه الأمة، وليشتغلوا بعلم وبحكمة. هناك مجالات كثيرة لكي يبينوا مهاراتهم في هذا الباب، في باب السينما والأفلام والمسلسلات. كما قد ذكرت لكم بعد قليل، هناك مسلسلات تاريخية تتكلم عن تاريخنا لا نعلم عنها شيئا، متى سوف نعرف؟ حتى يأتي الآخر من الخليج أو من الشرق ويتكلم عنها، إنهم أولى بهذا العمل. هناك معاناة حقيقية للشباب المغربي مثلا، هناك كذلك ممكن أن نبين الوجه المشرق في المغرب فيما يتعلق بباب الهجرة، هجرة أفارقه إلى المغرب. فعلا هناك بعض المظاهر مشينة، ولكن الغالب الأعم هو أن المغاربة يتقبلون الآخر ويتعايشون معه بسلام ويمدونه بالعون. لماذا لا نقدم المغرب بهذا الوجه وندعو له بهذا الشكل وبهذه الدعاية؟ فهم فعلا عملهم هو عمل كبير، عمل عظيم، إن أحسنوا وإن فعلا تمثلوا بالوطنية المغربية المطلوبة وبالثوابت المغربية. بارك الله فيك ومرجعي الدين. سيدي ياسين العمري، كانت لك صولة وشولة موضوع الفن، كلمة أخيرة توجهها للفنانين المغاربة. لا، هو غير على إخواننا في الميدان الفني أن يعلموا أننا، كيف قال الدكتور رشيد النكيران، أننا كلنا مشتركون في هذا المشروع المجتمعي ديال بلادنا. يعني راه كلنا يريد الخير لهذا البلد، وليست لدينا عداوة مع أحد. إحنا عندما نناقش الأفكار فقط، كيف لاحظتي، حتى ملي ذكرنا مثلا فلان ولا فلان، ذكرنا غير بصفته مثلا كمخرج عنده واحد الفكرة معينة، ولا كممثل يمثل في واحد المكان معين. نضرب شخصه، أما شخصه لا علاقة لنا به، إلا أننا ما دمنا نعلم أنه مسلم فنحن ندعو له ونريد له الخير، وإن علمنا أنه ليس بمسلم فنحن ندعو له بالهداية ونريد له الخير. يعني ما عندناش غرامة المشكل مع عباد الله كأشخاص، لكن كيف كنقولوا للأساتذة تحملوا مسؤوليتكم، وكنقولوا للحرفيين تحملوا مسؤوليتكم، وكنقولوا الناس الوزارة تحملوا مسؤوليتكم، كنقولوا مثلا القطاع مثلا الصحافة تحملوا مسؤوليتكم، فكذلك كنقول للفنانة الله يجازيكم بخير تحملوا مسؤوليتكم. إلى ممكن غير مثال برقم ونفوت، كان شفت البرنامج الوثائقي تكلموا فيه على، ودعتوا الجزيرة الوثائقية منذ سنوات على فيلم الرسالة ديال المخرج مصطفى العقاد الله يرحمه. فهذاك الفيلم ملي كان تعرض في الولايات المتحدة الأمريكية، احنا بغيناش نرجعوا للتاريخ ديال الفيلم، ملي تعرض في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات أول مرة، طبعا من بعد ما كانت مناوشات مع الحركة ديال البلاك مسلمز ما بغاوش يتعرض إلى آخره، لكن ملي تعرض ما يعني تقريبا في الشهر الأول أو في الشهرين الأولى دخل في الإسلام ما لا يقل على 30,000 شخص بسبب هذا الفيلم. دخلوا شافوا الفيلم، هادو في الولايات المتحدة الأمريكية، في الولايات المتحدة الأمريكية 30,000 شخص. وباقي الآن احنا شفنا الرسالة ملي كنا باقي صغار، وشفناها ملي كبرنا شي شوية، وشفناها حتى ملي بدأ الشيب يغزو لحانا، ودابا غدير لي الفيلم ديال الرسالة لقى راسي تنشبت وجلست كنتفرج فيه. يعني كنقول هل عقمت أرحام فنانينا في المغرب أن تبدع لنا برنامجا، يعني فيلما إبداعيا من حجم فيلم الرسالة؟ كين عندنا باش أين الخلل؟ بارك الله فيك. متابعينا الكرام، مديدنا لو طال الدقائق هذا اللقاء، لكن المخرج الفني يلزمنا بالتوقف عند هذا الحد. باسمي واسمكم أشكر اللجنة التقنية التي سيرت على هذا اللقاء، وأشكر الأستاذ ياسين العمري والدكتور رشيد بن كيران، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.